في المجال الكافي يا سيدي. اخذ عبر الان، اخذ الاخ نجيب عطيه. اخ نجيب الو، انت على الهواء. الو، اهلا وسهلا اخ نجيب، تفضل يا سيدي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا اخي. والله يا سيدي اذا بداتوا حلقتكم بهالصراخ مش راح نفهم شيء منكم. بدي اطلب من اخوي التميم يهدى اعصابه شويه هيك وروب، وهو مبين عليه من ضحايا متفرجي الجزيره والعربيه. ما شاء الله عليك والله. سوريا القومي لا احد ان يستطيع ان ينكر. اولا اثنين، الجموع الغفير اللي في سوريا اليوم بقول لك بيجيبوها في الباصات. معقول الجيش السوري والامن السوري بيقدر يحجز 5 ملايين مواطن؟ اذا قدر يحجز 5 ملايين مواطن مشان يدعموه فهذا نظام ناجح وليس فاشل. هؤلاء الاخوه عباره عن ضحايا، ضحايا دشاديش العرب. انا اتحدى هذا الاخ التميمي ان ينظر الى اللباس الداخلي، مكتوب عليه صنع في سوريا. وزير خارجية قطر يطلع على قال تبعه وشو مكتوب عليه، صنع في سوريا. ولكن سوريا هي بلدنا، سوريا بلاد الشام، سوريا منها حاربنا الصليبيين وحاربنا الموت. النظام العلوي هذا النظام الطائفي السوري والله هو اللي حارب الصليبيين. طيب هو اللي حارب التطرف للجمهور. اخ نجيب سلم الجلال في 67. طيب ماشي طيب اخ نجيب الشعب السوري. طيب يا سيدي اخ نجيب شكرا. فاقد عقلك يا رجل. طيب فاقد عقلك يا رجل. طيب زمن رخيص يا رجل انت اخ نجيب. اخ نجيب شكرا على اتصالك يا سيدي، مداخلتك واضحه. شكرا تجينا على اتصالك يا سيدي. اعطيك مجال ترد علي. عالم فاقد عقله. بعطيك مجال راح ترد علي يا سيدي اخ محمود. اولا انا اعتذر لكل من يشاهدني اني قبلت الاساءه لنفسي بالظهور في هذه الحلقه مع مستوى اشعر بالترفع عن رجاء والله. اولا ثانيا اذا سمحت لي، ثانيا الأكاذيب الشخصية التي مارسها لا أقول بس مردود عليه، هو اعتاد على الأكاذيب ولا تهمه. أنا بدي أورد نقطة معينة. هذا الذي أذاق اليهود المارات، أنا لا أتحدث إلا بالحقائق. قبل سنوات وفي عمان أو في الأردن توفي أحد رجالات الدين، توفي في فلسطين المحتلة في إحدى قرى فلسطين، وكانت وفاته يوم سبت. يا رجل انت من الحسين. ففتح العدو والله والله يشعر بالقرف. ففتح العدو والله دقيقه والله يشعر بالقرف. والله بالله دخلت يا سيدي اللي هلكت الام بعد ما يهم ترد عادي يا رجل الى المزابل يا رجل مثلك يا رجل انت واحد حثالي يا رجل رجال رجال حثالي وحقير رجال اخ محمد رجال يا اخ محمد لا يجوز لا يجوز يا سيدي لا يجوز تفضل يا سيدي بالله 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 على قدمك الذين قتلوا يا اخ محمد يا اخي دقيقه تذبح الاطفال ويدافع عن قتل يذبحون الاطفال بس انهي كلامه الى جانب من فضل. هو مثلك والله يا رجل انك انك انت عندما مات هذا الشيء عثاله فتحت هو طبعا النار بدات تحرق فتح العدو الاسرائيلي الجسر يوم السبت لاتباعه واستقبلهم وانا اتحدى الجهه الرسميه او الشعبيه تقول لا وانا بحكي على التلفزيون فتح جسر يغلق يوم السبت ليقوم أتباعه ومن يريد أن يعزوا فيه بالدخول إلى فلسطين بدون تصريح بالهوية لتعزية هذا الرجل. مين هو هذا الرجل؟ هاي واحد. مين هو هذا الرجل؟ اثنين. يا جاسوس انت من هو هذا الرجل؟ سنتين رجاء يا اخوان هذا يا رجل حقير من هو هذا الرجل؟ محمد رجاء بعيد انت يا محمد اذكر اسمه والله بعيد عن شتائم السباب معلش داخل الحلقه رجاء اذكر من هو من هو يا رجل من هو؟ انا والدي توفى في عمان وشيعته الملايين انا والدي كان اكبر عزا في عمان ومنع من من 67 يبي يدخل القدس ومنع ان يدخل والد الشيخ اسعد بيوض امام المجاهدين الذي يشرفك ويشرف يا رجل انت حقير والله لا ابوي اكبر عزا شهدته المملكه اخي محمد اخي محمد اخي محمد وقيم له عزا في كل الشرفاء طيب سيدي ممكن اخي محمد لا تطلب نقطه والله في ساعات دقيقه والله دقيقه لا 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 حقير ولد حقير وتربى حقير دقيقه اخي محمد حقير ويموت حقير الولد واطي اخي محمد وعاش واطي وتربى واطي يا سيدي ويموت واطي دقيقه دقيقه بالله عليك
بالله عليك خلي كلام معلش هذا بدي امسح العائله وهذا جاسوس. طيب طيب معلش 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 يا اخي دقيقه والله دقيقه ولك انت جاسوس محمود والله دقيقه رجل دقيقه يا زلمه دقيقه بالله عليك دقيقه اسمع دقيقه يا اخي دقيقه دقيقه اسمع 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 دقيقه اسمع يا اخي دقيقه دقيقه يا اخي اسمع